السلام عليكم، نورتوا شباب. يوم جديد وفيديو جديد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اول شيء رمضان كريم علينا وعليكم، واعذرونا على الانقطاع. اوكي، اعذرونا على الانقطاع. قلنا خلينا نصور لكم الحمر اليوم اللي في حلة بترتهن ذيولتن، يعني باوالي والي في حلة مبتورة. خوش حاتي، ركز لي هنا 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 فوق اللي في حلة بترناهن، تمام. والنثاي لا بعد، ليش؟ هاي الطواير خليني اشوفكم تنحل. واو الطواير ليش ما بترناها؟ جنحها نفسي حاليا. انا انطيت جنح الطواير لان طواير امينة غربة. واو جنحها طاق نسي فما اقدر ابترهن لأن نسل. خوش حتي مثل ما جاي تشوفون الفحلة والنثاية سوى والبيضات طلعناهن. جيت شفت العاصفة، صارت عاصفة والعشاشة واقعة بيضات متكسرة، فعفت البيضات عفنا بعد ما نزق من يمهن. أهم شي احنا ثبتناهن. خوش حتي أهم شي ثبتناهن. فهسه ما اقدر اطيرهن لان هو الحمر اللي في حله. هسه اقول لكم ليش ما اقدر اطيرهن. هذاك الفيديو السابق طيرتهم بالهواء شباب. عندي طير انكسر رجلي. اوكي تشوفون هاي السيم، هاي التيل والسيم، ضرب رجلي هناك. يعني الاحمر من يطير يطير ناصي بالهواء، ما ادري بس ما لا تيج والله ما ادري. قبل لا ابترهن هاي التور هنا. وين التور؟ وين التور بالموضوع؟ ما تقول لي واحد واثنين طائرات يعني ايرانيات، واحد اثنين ثلاثة، واحد هناك اربعة زوج زواج. لاني دمرني شباب، ما بيضان ما بيضان، لاني زواج دمرني ما بيضان شباب. شنو السالفة ما ادري. صارت عركة عندي تور طائرات طيارتين الصبح ما نازلة، تور وإيرانيات يعني مو بس تور. اوكي سد الباب. هاي الخانة قلت صرحة انكسرت ما شاء الله، هوا قوي وعلى لون. فراح اجيب لوت شباب، لوت لان الاجواء صايرة هوا وهاي عددنا لوت. اوكي حمام اللوت او الحمام البصراوي. ليش ما طير الحمر؟ طبعا لوت هاي برجين راح يصير. ليش ما نطير الحمر؟ ركز لي باوع رجلي، رجلي ضرب عالتيل او عالسيب، اتأذى الطير اتأذى، يمكن انكسر رجله اصلا. لا لا ما مكسورة، ما ادري ام ورمة والله ما ادري ايش اسوي له شباب. خطيه اجى ناصي وسريع جوج، هو كله جدي ناصي زين، بس هذا انضرب. جوج اجى كله جدي ناصي، ضربت التيل رجله قبل وقعد نص سطح. وش حكي قبل وقعد نص سطح. خلينا نفتح ذني. هاي الفحلة مبتورة، خلينا نطلع بس الفحلة شوف شو يصير. وين تصفح؟ هاي متعلمات الفحلة بس بالعودة يعني اطلعها. باوع اني يقومون يطلعن طواير، لا ما يطلع معلمهن الفحلة طلع على العود هيج. باوع
فواح بس المبتورات طلعن. هاي يخاف من الكاميرا، قمر يخاف من الكاميرا. اطلع 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 لك. لا هاي طيرة طلعت. بس لا طار انت مو. اطلع انت اطلع اطلع انت اطلع. بعد طلعت هون. اطلع شوف ندلن ندلن شباب بالعودة. اطلع انت اطلع شوف. تدريب كله تدريب لا ابل كوميت شو لا عين لا كله حسب. اطلع انت كله على التدريب. منو بقى؟ شوف هنا ما بقى؟ ماكو هنا. ما ابي هنا. بعد بعد اعتقد خلصت. اي خلصت. حتى انا ما مطير هن هن ومبتورات. فهذا اول مطيرة لهن. لان هن ومبتورات اول مطيرة لهن. هاي الثلاثة. هوا هوا شباب والله مو عارف. شوف وين تصفى. اول مطيار الهن وهن مبتورات. البارحة بالليل بترتن شباب. تايل تمن يطق نفسه هم راح يطقن باوح. تم رني. بعد الصبحيات ما طيرن شباب. باوح طقن. اربع راحت هيك ويك. تحت طوير احسن لك. قلت اذك ان المغربية ما يطق ما يروح عن بعيد. صراحة عن بعيد. تجيب اللي يجيب هنا لاني بعد. طلع لك طواير نزلهم. طواير ما متعلمات. اطلع شوف ما يطلع. يجني ما يحتاج اذني اثنين اربعة يجني يجني شباب. ما اروح لان قويات مو سالفة هاي بس ما اريدهن يعني. يجي فرضا. ما حلو خلي يطيرن لمة واحدة. خوش حكي. فهو مطشرات. يرادلهن يرادلهن دق. احنا نطير بيهن نضغط عليهم بالمطيار. هاي العصرية مو هسه هسه ما يصير غلط. طيور مو جلدة فرخ. خوش حكي. فهو مطيار ما شاء الله. عكس الاتجاه الهواء. روح طوع صار الناصيات. خليني ينزلين احسن لا يطقن السيم ويتعورن. شوف ناصي من اقول لكم يطير الناصي شباب. خليني ينزلين نزلين عين نزلين مو على البرج قبل. وين وين صاير هذا يريد يزرق يزرق قبل على البرج. بابا 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 الحركة من السماء للبرج. اذا سوونها ما سوونها بعيش ليه؟ بعيش ليه قدام الوادي؟ بعيش ليه؟ هوا ما شاء الله هوا قوي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحداعش. واحد ماكو بس راح يجي هو. تمام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحداعش. واحد ما كنا اثنين زوج شباب. أربعة وعشرين تك. أربعة هذاك الباعث هو مش هم فيش ليه فيش ليه اليوم ما جاي تضبط ويانا. فتحت لكم الباب قلت قلنا لكم شوف الحمر إن السماء للبرج ما صارت. أشوفكم البوم هو واقف ثانية واحدة وقام يمشي. ما تجي عدله شباب. ما ترهم ليش ما ادري. فهاي الفحلة يا عيني ما شاء الله. هاي الفحلة شباب انطونا رايكم بيهن شباب. انطونا رايكم بيهن شباب.
البارحة بدرتن، هاي أول مطيرة لي. هن مبتورات، هن طيور قويات قويات، أنا أقول لك يخبطن ويرجعن. بس بدرتن تايل دمن، فالطواير ذني يكمل جناحين نحولهن شباب. الطواير ذني يكمل جناحين نبدي نحولهن. وين نحولهن؟ حولنا هنا، حولنا باي البرج. هاي البرج شي يصير تحول هنا، وهناك برج اللوت. وش حكي برج اللوت؟ فيديو للتواصل. تمام، نطير نطير طيور بيض، يعني حمام الزبيري او الايراني شو يسموني، طيور طير. فما جايبين المهم الصبح طيرت تقريبا 3 ساعات بالسما جاي باقي، ولو جو بارد مو مال 3 ساعات، لازم اذا هن طيور قويات لازم يطير النهار كامل. يعني اذا مطير بهذا ما بيضه. هاي السطر، هاي هاي الصفر، صفر كلهن انطيتهن جناح اصلا. هسه ما عندنا طير مقصوص بالسطح، بس الزواج هذنيك الزوج دمرني ما بيضن بيضن ما بيضن. هذا يمكن اشعل باصفر، انا هيك احس ما ادري شباب، يمكن هذا نيشان والله ما ادري. بس المشكله الصفر كلهن طواير، يعني 6-0 عندنا، وحنا ما بي النيشان ماكو هيك شيء صح، كلهن طواير عمي ما والله ما ادري شباب. 6 طواير 0 ويا الحمر، الحمر الطواير عددهن اكثر شباب، عددهن اكثر. هاي الطواير ما شاء الله، خوش حكي. هذا فحل كان مقصوصة من طيطة جنح، يعني فحل يصير 25 تك والطواير 35 اعتقد. طواير اكثر شباب، احول لا الطواير بقين هنا يجوز، ولا فحل احولين هناك با الطواير. تمام، هاي سحب البيضات قام لي بيضه جاد مو طيور. هاي بيضه هنا مكسوره، هاي الفحلة مبتورات جدد على ما يطلع لي ولدي. سالفة تطول سالفة الشباب، يلا عيني اهم شي صورنا لكم فيديو. تا ما نقطع عليكم، ما نقطع عليكم، تا شوي عندي ترتيبات بالسطح، ذاك البرج اسوي الحمور اشتغل، نجيب لوت نظف السطح. اوكي شغل شوي راد لنا بالسطح، فتعال نرجع لكم بالقوة، يعني جاينا نشير لكم كل يوم. وإن شاء الله عجبكم الفيديو، الفحل راح أبقي نيت برا عدي شر. إن شاء الله عجبكم الفيديو أسئي، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة والمشاركة الفيديو. شكرا للمشاهدة، انتظرونا فيديوهات جاية، وتحياتي لكم.